سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثامن. ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله، وقد أعطوا سبعة أبواق. وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. ثم أن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا، فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم، وألقي إلى الأرض فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. ثم بوق الملاك الثاني فكان جبلا عظيما متقدا بالنار، ألقي إلى البحر فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الإفسنتين، فصار ثلث المياه إفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات الأبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. الإصحاح الثامن ده إصحاح قصير، لكن في الإصحاح ده بيبتدي ذكر الأبواق السبعة، وده كان لما فتح الختم السابع. الختم السابع عبارة عن سكوت وانتظار، وتبتدي الأبواق. موضوع الأبواق ده موضوع كبير خالص، لكن هو علامة من علامات النهاية. البوق الأول برد ونار ودم، رمز للجوع، والبوق الثاني جبل نار ألقي على البحر، رمز للموت، والبوق الثالث سقوط كوكب الإفسنتين، وده رمز للضلال وسقوط الهراطقة، والبوق الرابع أن ثلث الشمس يكون مظلما، والنجوم طبعا والقمر، وده معناه الارتداد، وأيضا انحراف بعض رجال الدين. الحقيقة كلها مشاهد مرعبة ومخيفة، لكن هي وصف رمزي لمشاهد النهاية في مشهد مجيء السيد المسيح من أجل الدينونة، وكلها بتنتهي بنهاية صعبة زي آخر آية هنا يقول: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات الأبواق الثلاثة الباقية. وده معناه أن الأبواق اللي جاية أبواق رهيبة لازم ننتبه لها. المهم أن في كل الأحداث ده هي نوع من التحذير والإنذار. الإنسان الشرير يستهين به، والإنسان البار يأخذها على محمل الجد ويتوب، وعشان كده الناس هيبقوا نوعين: نوع يستهين بحياته وبتوبته، ونوع لا، ياخد كلمة الله كلمة جدية ويطبقها في حياته، ويبتدي يقدم التوبة ويطلب الرحمة لعل الله يصفح عنه وعن خطاياه فيصير له نصيب في السماء. ربنا معكم.